السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. أنا وأنت وأنتي لازلنا أحياء إلى لحظة تسجيل هذا الفيديو. جلست أمام الكاميرا بعد ما ضغطت على زر بدء التصوير، لأن أنا اللي أصور نفسي، وأسأل ماذا لو تعرف تاريخ وفاتك؟ شوف، الذنوب والسيئات اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى ممكن أنه تغفر، لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن حقوق الناس وين تروح؟ عندما تغتاب أحد أو تشوه سمعة أحد أو تشهر بعثرات وأخطاء الآخرين، هل تظن أنك تنجو من طول لسانك؟ اسمع، أغلى وأعز ما يملك الإنسان هن حاجتين، دينه وسمعته، فلا تحاول تعبث بهن، لأنه ما راح تنجو من القصاص. إذا سلمت في الدنيا ما راح تسلم في الآخرة.